بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم، معاكم أشرف رمضان. في الفيديو ده هكلمكم عن الداتا نتورك أو شبكة المعلومات. طبعا حضراتكم عارفين إن كل أنظمة اللوب كارنت دلوقتي خلاص بقت أي بي سيستم، يعني كل الأنظمة دي هتبدأ تتوصل بالداتا نتورك. وأنت كمهندس لو كارنت أو مهندس تيار خفيف لازم تبقى عارف معلومات كتير عن الداتا نتورك، لان كل الكومبوننت ببساطه اللي موجوده عندك تمام انت بتوصلها من خلال الداتا نتورك. في الفيديو ده هبدا اعرفك ايه هي الداتا نتورك وايه هي المكونات الخاصه بالداتا نتورك الهاردوير وايه هي المكونات الخاصه بالسوفت وير. في مكونات الهاردوير هنبدا نشوف يعني ايه داتا سوكت، هنبدا نشوف معلومات عن الباتش بانل، وهنبدا نشوف يعني ايه باتش كورد، هنبدا نتعرف على الانواع المختلفه للكابلات المستخدمه في الداتا نتورك زي كابلات اليو تي بي، وكمان هنبدا نشوف موضوع كبير جدا ومهم جدا اللي هو كابلات الاوبتيكال فايبر، وهنبدا نشوف كمان يعني ايه راوتر، يعني ايه سويتش، يعني ايه سيرفر، يعني ايه مودم. هنبدا نشوف ايه هي القواعد والاسس اللي بتتصمم بيها أنظمة الداتا نتورك، هنبدأ نشوف مخططات خاصة بأنظمة الداتا نتورك ومواصفات وجداول كميات لأحد المشاريع. كل الكلام ده شباب هيبقى طبقا للكود والستاندرد، ويلا بينا على الشرح نبدأ في الداتا نتورك.